ودي ان الدكتور نوري مدد السلسله الزمنيه للبيانات بحيث دخل 2014 اللي هي بدايه المشاكل الحاليه. طبعا الاقتصاد الليبي يعاني من مشاكل من بدايته. هناك مشاكل مزمنه ولم يتم التغلب عليها يعني لا في السابق ولا الان، يعني مثل الاعتماد على النفط والاقتصاد غير متنوع والقضايا هذينا، هذه كرونيكل يعني هذه موجوده في الاقتصاد الليبي وتدني الانتاجيه مش جديد هذا الموضوع. لكن القصه اللي احنا نعاني منها الان يعني المشكله انفجرت في 2014 لما بدا فيه عجز في ميزان المدفوعات وعجز في الميزانيه العامه وهو عجز غير مسبوق. الدكتور نوري وقف عند 2013 ولذلك كل المنحنيات نتاعها كانت فوق خط الصفر. ما خشيناش في العجز لو كانت زادت 2014 نلقيها لا الميزان التجاري ولا كلها نزلت لوطة يعني، وتبان المشكلة بعدين تصبح واضحة. يعني احنا الآن منذ 2014 إلى الآن نعاني من عجز في الميزانية العامة وعجز في ميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات في حدود 25 مليار والميزانية العامة فوق ال20. الآن في 2015 بالتأكيد عجز في ميزان المدفوعات وعجز في الميزانية العامة. إذا احنا الآن دخلنا في المشكلة الحقيقية، يعني انكشف الاقتصاد الليبي خلاص بان على الحقيقة، سقطت عنه ورقة التوت كما يقال. كان النفط مغطي على كل السلبيات وعلى كل المشاكل، الآن النفط ما فيش، الإنتاج محدود والأسعار متدنية، إذا خلاص انتهت القصة. يعني بان الوضع على حقيقته، يعني لا يوجد اقتصاد ليبي في الحقيقة في غياب النفط، ليس هناك اقتصاد يعول عليه أو يعتمد عليه في غياب النفط، وهذا بان الآن. توقف إنتاج النفط أو خفض وانخفضت أسعاره انكشفت الأمور كلها. خشينا رجعنا للدين العام ورجعنا للمشاكل كلها، والان مشاكل النقد الاجنبي والرقابه والسوق السوداء وكلها، هذه نتيجه طبيعيه لهذه القضايا، لان الاقتصاد اساسا فيه خلل هيكلي وفيه تشوهات حقيقيه لم يتم علاجها لا في الماضي ولا في الحاضر. كثير من الندوات اللي عقدت الدكتور نوري كان حاضر في السابق في التسعينات وفي ايام مركز البحوث الاقتصاديه وغيره وحتى في الجامعه هنا وكذا، وندوه رمضان المشهوره اللي قعدنا فيها 14 يوم واحنا يعني ما فيش حد قدم اي حل، وكانت الحلول غير مرغوب فيها اساسا، ما مش مطلوب انك تقدم حل يعني حقيقة. حتى لما تقدم حل مش لا ينظر اليه. انا اذكر المرحوم الدكتور عمار التومي الشيباني الله يرحمه الان يذكر بالخير، قال انتم تطرحوا في الحلول باش يعرفوها باش ما يدروهاش، انتم تقولوا في الحلول لكن باش يتفادوها. يعني يقول لك قول لي شنو الحل، يقول له والله الحل ديروا دير، اه هو الحل اذا ندير غيرنا. هذا اللي كان موجود زمان في السابق، يعني الحقيقه الامور كانت سيئه جدا، ولذلك انتهينا الى ما انتهينا اليه الان. النقطه الاخرى المتعلقه بالسياسه النقديه، انا لا اعتقد ان هناك سياسه نقديه في ليبيا لا في الماضي ولا تو. يجي 20 سنه سعر الفائده 5%، لا زادوه ولا نقصوه، الاحتياطي الالزامي 15% يجي 20 سنه، وين السياسه النقديه اللي في السابق؟ ما لهاش سياسه نقديه الحقيقه. ما في، وحتى تو من اللي يقدر يدعي يقول انا تو بكره نتخذ قرار في مجلس اداره ليبيا المركزي نغير به متغير من متغيرات السياسه النقديه وناثر فيه في الفعاليات؟ ما لناش الكلام هذا، ما نقولش على انفسنا، لا توجد سياسه نقديه حقيقه. في دوله كان فيها سعر الصرف ثابت على مدى 30 سنه ولا 40 سنه، شنو السياسه النقديه بتدير؟ ما تقدرش تدير شيء يعني. ما يمشيش مع بعضها، السياسه النقديه تبي فيه سعر صرف مرن وتبي امور كثيره وتبي فيه سوق مالي وفيه وساطه ماليه وفي هذا كله ما هناش، ما فيش يعني. كانت ماشيه له، الشيء الوحيد اللي تغير في التالي وهو انه وحدوا الاحتياطي النقدي الالزامي على الودائع الزمنيه والودائع لاجل اصبح واحد، وبالنسبه للفوائد حررت وتركت المصارف تحدد الفائده بتاعها عندها الحد الاقصى اللي هو سعر الخصم ويزيدوا فوق منه وينقصوا 1%، ولذلك ما تغير شيء يعني، ما فيش سياسه نقديه. اللي سيطر على الاوضاع الاقتصاديه هي السياسه الماليه، هي المهيمنه، هي اللي ليدنج، هي اللي هي تقود. دكتور نوري دار عنوان لكن ما تكلمش عليه الحقيقه، يعني بعلاقه السياسه الماليه بالنقد. اللي يدير في الاقتصاد الليبي هو الانفاق العام، هو الداء وهو بيت القصيد. اما السياسه النقديه راي، ولا يقدر المصرف المركزي حتى يخفف من عرض النقود، راه يمكن بيخفف، كانش يحط الاحتياطي الالزامي 90%، خلي الفلوس كلها عنده، ما فيش الا هذه، وهذه مش معقوله يعني. لكن باش بيدير سياسه معينه يترتب عليها ينخفض عرض النقود، هذا ما هناك. كان شيء في المستقبل ربما تظهر لنا افكار، لكن في الماضي ما فيش. السياسه الماليه والانفاق العام هو بيت الداء. التضخم اللي في الاقتصاد الليبي وهالاموال الكثيره وهالقفزه غير المسبوقه في عرض النقود بحيث اصبح 18 مليار الان ولا 19 مليار هو الانفاق العام. الميزانيات الفلكيه يكفي ان بند المرتبات 23 مليار، هذا وين؟
يعني ميزانية 70 مليار و 60 مليار وكلها انفاق استهلاكي، طلع كلها أصبح زيادة في عرض النقود. هو كيف يتكون، كيف دكتور نوري الخبير في هذا الموضوع، كيف تطلع النقود من المصرف المركزي للسوق؟ لما المصارف تسحب عملة بيعطيها المصرف المركزي، يقارن بين المطلوب من العملة وبين اللي موجود، ولما الناس تسحب أموال أكثر بيجون المصرف المركزي بياخذوا منها، لما ياخذوا من المصرف المركزي وتطلع للسوق تصبح عملة مصدرة في التداول، من تظهر من الخزائن وتخش للسوق. ما يقدر المصرف المركزي يمتنع عن تزويد المصارف بالعملة. ثم أن الآن هي العملة وينها؟ حتى تو السيولة وين؟ بعض المناطق ما فيها سيولة خالص في الوقت الحاضر، لا توجد سيولة في بعض القرى وبعض المناطق نهائيا. ولذلك احنا ماناش محتاجين حتى نفكروا في حد السقف، حد السحب اللي تكلم عنه الدكتور نوري زمان وكذا، باش نديروه تو على الجبهه. هي وينها؟ يقول لك انا اعطيني 50 دينار في الشهر. بعض المناطق ما فيهاش عمله ابدا على الاطلاق، مش لاقينها، سرقت من المصارف ونهبت كلها، ما فيش يعني وين العمله اللي بيدها. فالانفاق العام هو المشكله، الميزانيات الفلكيه الغير مرشده اللي ما فيهاش من وراها اي انتاج. انا بنعرف ميزانيه 2014 وال2013 وال2012 اللي هي بالمليارات اللي فاتت ال50، وين الانتاج اللي اندار؟ ما فيش، استهلاكيه كلها انفاق استهلاكي. هذا هو اللي خلى عرض النقود في 18 مليار، وخلى الاسعار شاطت فيها النار، وخلى العمله الاجنبيه شاطت فيها النار. كل المشاكل من النهم الشديد والتوسع في الانفاق العام الغير مرشد والغير مجدي، والان وهل من مزيد الى حتى الان يعني. فهذه المشكله الحقيقيه، وهذه هي ايضا اللي بتسبب في ضغوط حتى على سعر الصرف. لان الانفاق العام يقابله من ناحيه اخرى طلب على النقد الاجنبي في علاقه مباشره. لان احنا بنستورد معظم الاستهلاك بتاعنا نستورده من الخارج، وكل ما بيزيد الانفاق العام وبيزيد الاموال لدى الناس ولدى التجار ولدى الناس المختلفه والشركات وغيرها بيزيد الاستيراد، بيزيد الطلب على النقد الاجنبي. بالتالي بيصير فيه ضغوط على قيمة العملة الليبية. هذه المشاكل الحقيقة اللي نعاني منها. والآن دخلنا في قصة أخرى اللي هي ما أنتم عارفين، الركود التضخمي، عندنا بطالة وتضخم في نفس الوقت. يعني ما المشكلة هي أكبر مما قد يتبادر للذهن، يعني ما هيش مجرد أنك بدي سياسة بتعالج بها. تبي الاقتصاد الليبي يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة، لأنه لا يوجد إنتاج في الاقتصاد الليبي، باستثناء النفط لا يوجد إنتاج يذكر يعني. وين الانتاج اللي احنا نقدر نعوله عليه؟ بكره يوقف النفط حتى المرتبات توقف بالكامل. بكره يوقف النفط تتوقف التجاره الخارجيه. من الليبي اللي يستورد به؟ الاقتصاد الليبي في حاجه الى اعاده هيكله، ما هي السياسات يديرها المصرف المركزي ولا يديرها وزاره الماليه ولا وزاره الاقتصاد. نحتاج بالفعل الى ضبط الانفاق العام، وهذه مقدور عليها، يعني لو وزاره الماليه بتدير ترشيد الانفاق وتضبط الانفاق وتدير ميزانيات حقيقيه وتعيد النظر في بند المرتبات بحيث تصبح المرتبات اللي تدفع هي المرتبات التي ينبغي ان تدفع بالفعل، وتضبط الانفاق العام التسييري اللي هو الان اكثر من غير، ممكن يتم ترشيد الانفاق قليلا. واما كسياسه نقديه بدل المصرف المركزي هذا موضوع ما يعني ماني شايف ان هناك امكانيه لعمل اي شيء. بالنسبه لموضوع يعني سعر الصرف طبعا هذا موضوع شائك، ودكتور نيري ما تكلمش فيه، هو الحقيقة ما قال شيء على موضوع سعر الصرف. هذا موضوع شائك وفيه آراء متعددة، أنا عندي وجهة نظري الخاصة فيه وكتبها حتى في صفحتي في الفيسبوك، وعارفينها بعض الإخوة اللي يقولوا يعني. هذا موضوع آخر مختلف تماما. تو لو بتمشي من الناحية النظرية اللي في التكست بوكس اللي نقروا فيه للطلبة في الجامعات، لما يظل عندك عجز في ميزان المدفوعات بهذا القدر وعجز في الميزانية بهذا القدر، ما عندكش إلا ديفالويشن. مش ديفالويشن بسيط، ديفالويشن رهيب. ده احنا ما ننصحوش به، لان المستهلك والمواطن متملح. لو تعمل ديفالويشن معناها انت رفعت الاسعار رفعه غير قابله للرجوع الى الخلف، الحاجه اللي بخمسه بتولي ب25. ما فيش كلام اكثر من كده، والناس ما هيش ولا تستطيع ان تستمر حتى لو درنا هذا الديفالويشن اللي طالبوا به بعض. هل المصرف المركزي الان عنده احتياطيات يوفر النقد الاجنبي بالسعر الجديد اللي بيحدده هو؟ ما عندهاش. اذا شو تضطر؟ ديفالويشن ثاني. باك خلي الدولار ب5 جنيه، انت مش درت الدولار ب5 جنيه مثلا، هل انت يا بنك مركزي تقدر تبيع للدولار ب5 جنيه اللي اي كميه نبيها؟ ما عندكش باش تبيع، شو باش بتقبل؟ اذا احنا نحتاج الى نوع من العقلانيه في السياسات، وعقلانيه في احنا لابد نخرج من الازمه السياسيه اللي موجوده فيها البلد. اولا لابد يصير فيه توافق، ينتهي هذا الانقسام السياسي، سيصبح فيه
حكومة واحدة فيها رأي واحد فيه سياسة واحدة بالإمكان تطبيقها. ما دام هذا الانقسام موجود وما دام هذه المشاكل موجودة لا يمكن أن تعمل أي سياسة ولا تقدر تعمل أي برنامج، بل بالعكس أن المشكلة تستفحل يوم بعد يوم وتزيد أكثر وأكثر، واللي جاي أكثر راهو من اللي فات إذا ما انحلتش المشكلة. طول مصرف المركز راهو الآن شاهد يعني تبت يعني يوم تبت زي ما يقولوا ما نطقوش في غطاء العملة، في طلب غير عادي على النقد الأجنبي الآن لمختلف الأسباب ما نبيش ندخل في التفاصيل، ولكن في طلب شديد. المصرف المركزي يحاول قدر المستطاع أن يحد من هذا الطلب بوضع بعض القيود بكذا الإجراءات ما غير يعني بعض الإجراءات الرقابية، منع بعض الأنواع من وسائل التمويل التجارة. كل الهدف منا هو عدم سحب ما تبقى من أرصدة من الاحتياطيات بحيث ما نتوصل إلى قطاع العملة. كان طقنا في قطاع العملة سلامتك يعني انتهت الدولة وانتهت العملة الدينار الليبي، والله ما احتاج انك تدير قرار حتى تعومه ولا تدير بيه بينتهي مرة واحدة يعني. فالأمور يا اخوانا رأي أكثر وأصعب مما قد يبدو للبعض، ما هيش بالسهولة، ما هيش مجرد انك تقول والله بدي. والمناخ الاستثماري نفسه بحد ذاته غير مشجع. من اللي يقدر يدير مشروع الآن ويضمن انه هو يستمر المشروع بتاعه في هذه البيئة يعني الغير مشجعة والغير محفزة؟ فنحن نحتاج إلى استقرار سياسي وأمني أولاً. لو وصلنا لهذه المرحلة بعدين نقدر نفكر بهدوء وناخذ مشاكلنا مشكلة مشكلة، يعني ما هيش مستعصية مشاكل الاقتصاد الليبي، ولكن بالوضع اللي احنا فيه الآن الظروف من الصعب انك تطبق اي سياسة وتضمن لها النجاح، واي سياسة بديرها حيعارضوها، ومهما تعمل يا يقولوا لك انت ما تقولش في الحقيقة او يقول لك انت ليش دايرته متأخر جدا، وين كنت راكب ماذا. اذا في مشكلة وسببها هو الانقسام السياسي والوضع الامني والمشاكل اللي الآن قاعدة صايرة في البلد. نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن تستقر الأمور ويتفق الليبيين على كلمة سواء وتنتهي ينفي هذا الانقسام والبلد تلم مع بعضها وتصبح هناك حكومة واحدة مسؤولة عن إدارة الأمور المالية والنقدية في ليبيا بشكل عام، وبعدين نستطيع أن نفكر في الحلول. أما الآن بالوضع اللي تورى اللي يقدر يقول لي نقدر ندير حاجة ورينا كيف نقدر نديرها يعني. ما نتكلمش احنا على طرابلس ولا بغداد، نتكلم على ليبيا، نتكلمش احنا على منطقة دول أخرى. فيه مشاكل حقيقية. شكرا. وفي الواقع بالنسبة للدكتور سالم، تعويم العملة ممكن لو عندك عملة أجنبية قادرة على التعويم، لكن للأسف الليبيين ما دام عندهم الدينار الليبي ما تستطيعش تعوم، لأن كل ما دبي ميبو دولار وكله بيحوله برا. إذا سياسة التعويم لا تنفع. الآن إحنا رابطين بوحدة حقوق الصحة الخاصة منذ عام 86، ولا كأزال أذكر الربط كان جيد، كانت سياسة سليمة، طلعنا من الدولار لأن كان الدولار هو اللي يتذبذب، وكذلك الدولار هو طلع من ذهب يبدأ غير مستقر، وبذلك السياسة السليمة أن نمشي مع الاس دي ار. ثم عملنا تخفيضات تدريجية لين وصلنا في 2002 كان تخفيض جذري اللي قام به الدكتور منيسي كان أكبر تخفيض، كونه من كان حوالي ذلك الوقت دينارين ونفس دولارين ونفس ولا أقل من دولار 25 قرش. حتى هذه أثرت، التخفيض هذا أثر فإنه خلى القوة الشرائية للمواطنين لمرتباتهم ضعيفة، فحدثت الهزة في المرتبات، وللأسف ما كانش عندنا حكومة رشيدة توضع يعني نظام عام تجيب لجنة والتخفيض كانت ناشطة وغيرها، لكن ومع هذا للأسف تركوها للجهات المختلفة. الدولة دخلها ناقص لأن كان أسعار النفط من 86 نزل، فما عاش عندهم الخزانة فلوس، ما عاش كده يعطوا حتى زيادة المتقاعدين وقفوها. فكان المهم أن الزيادات كانت ناقصة، بل بالعكس كان في علاوة السكن 100 دينار للموظف ولت 50%، يعني في بعض العلاوات نقصت
مش زادت. فلذلك حكاية التعويم وكذا وغيره خلينا عايمين الآن مع الدولار مع السلة، لأن الاس دي ار يتحدد سعرها من العملات الخمسة اللي كانوا وتو أربعة، ويتحدد ويجي البرقية لمصر ليبيا يقول أراه الاس دي ار بيساوي كذا، يطبقها هو على الدينار ومن الدينار يطبقها على الدولار وعلى كذا كذا لين يحدد الأسعار كلها. وهذا أحسن حقيقة سعر ماشيين به الآن. بعدين في قرار حتى هو اتخذ المصرف المركزي أن بدي حتى الحساب الجاري ممكن تحويله، يعني كأننا وافقنا على المادة 8 في صندوق النقد الدولي، وإحنا اللي كنا ما وافقناش عليها زمان كلها، وافقوا عليها في قبل ثورة 17 فبراير، لكن المهم ما عادش نقدر عليها، وهذه ما تجيش تحول أنت كل شيء ربما. فمصرف ليبيا ما هداش يا ربي يخلي يمشي بتريث، فللأسف اطلقها أحرف من تعويم، ما أعطاهم حتى بطاقات الفيزا ومش عارف شنو، وبرا 15,000 وقعدوا الناس يديروا يمشوا لتركيا ويربحوا. وانت عارف الليبيين النشيطين هادو اللي هم انا ديما مسميهم خارجين على القانون، هادو ماذا بيهم يربحوا، هادو عندي منهم هلبا راهو. اذا المصرف المركزي لازم ما يتوغلش، فانا كالمصرف المركزي قيادته اولا خبره ناقصه، فهمت، خبره تجاريه ماهيش تنفع بالبنك المركزي والحكومه، غير قاري اقتصاد جيدا، وبالتالي يعني للاسف يعني كانت قياده البنك المركزي في رايي غير سليمه. ليش غير سليمه؟ لان ما فيش راي فيها ولا حتى الخبراء اللي عندهم يستفيدوا منهم. دليله الدكتور محمد، انا متاكد افكاره جيده وممتازه ديما ناقش انا وياه، لكن مش موجوده في البنك المركزي. زي ما كنت انا زمان مستشار في البنك المركزي لا يستشار، زعل المحافظين بعضهم اللي سمعوني، زعل ما خسر الحقيقي اللي نقصده، انا زعل اكثر لان نقصده فعلا عمره ما سالني. لكن الثانيين زملائي مره نقعدوا بطريقه غير مباشره ونتكلموا في الموضوع. لكن المهم ان البنك المركزي كان قادر ان يعمل شيء، لم يعمل شيء، وهذه ما نبيش انا نخش فيها تو في الاخير. لكن بالنسبه للسوقين تو سودا سموها ولا حتى موازيه، الان انا بنقول السوق الموازيه امتى يقع الخطر نتاعها اكثر؟ لما حقوق الشعب الليبي ناخذها من المصرف المركزي ونبيعها في السوق سودا، يبدا انا ضربت المواطن الليبي مرتين، مره خنبت فلوسه ومره بعتها له بالغالي زدت عليه. لكن لو السوق السوداء زي تو في مصر ناتجه من العاملين في الخارج، لما يجيب فلوسها في ليبيا والله هو خدم ووفر 5,000، يجي البنك الرسمي يقولوا له والله رانا ب7 جنيه مصري او 7.5، يلقى في السوق الثانيه 8 وفرق مش هلبة، لكن النفس جنيه يبيع لي لما عنده 5,000 يضربهم في 7، 5 × 7 = 36، ولما يضربهم في 8 6 × 8 = 48، الفرق باهي. وبالتالي هذه السوق السوداء انا في رايي لا غبار عليها، بل هي اعاده توزيع الدخل، تاخذ من الغني اللي بيسافر واللي كذا عمله غاليه وتعطيها للي بيبيع اللي هو مواطن نفسه، مواطن ومواطن، يبدا الدخل زاد هنا ونقص هنا، معناها قاعد هو. وبالتالي انا شخصيا نقول لا غبار عليه. لكن السوق السوداء اللي عندنا الخوف منها، هالبطاقات اللي يسمح بها المصرف المركزي وحط لكل مواطن 15,000 ثم نقصها ل 10، قول 10,000، 10,000 دولار زي ما يكتب في الفيسبوك يقول لك واحد رفع معاه 20، لا لا قول 10 يا اسطى، 10 شراهم من اخرين وطلعهم دولارات وجابهم هنايا وباعهم بالغالي، ايه هذا فساد. كيف الفساد؟ يجب المصرف المركزي وقفه
أنا تعرف لما كنت في الرقابة على المصارف جاني مواطن نشط وقال لي المدير وهل بيتقاعد هذا في 95؟ قلت له كويس جيب لي الدراسة. جاب الدراسة وبيتقاعد والفيزا ولا غيرها، لكن مجرد التكاليف بتاعها غير الحاجات اللي بندير عليها بعدين، بنبيعها للهوتيل وبنبيعها لرجل الأعمال، هذيك اللي يحسبوا عليها. هذيك كان جابها لي 3 مليون. هذوك التاو في 95 كنا نحسبه بحساب ال 100,000 وال 50,000. مليار ما نعرفوش. 3 مليون، قلت له 3 مليون؟ كانوا يبنوا لي 50 ولا قداش فيلا يحل لي مشكل. نجيبه منين؟ إيش حالك باش جماعة البطاقات يبدا يبيع ويشري بالبطاقات؟ فكر منها. درت عليها مذكرة وقدمها لمجلس الإدارة، فهمت ولا؟ رفضها بالكامل. لا يا نوني بريون أنت ضد التقنية، نعم. التقنية لهلها، مازال عليكم. كيف نعطيها لناس يلعبوا بها ويضيعوا الفلوس؟ جو توا في 2010 ولا لعبوا بالحاضرين وداروا هذو البطاقات. البطاقات هذه مازال مش لينا. هذه لما نكون سلوكنا جيد، لما نكون وطنيين ما فيناش فساد، مش نزيد الديلة كيف يجي من فساد. بطاقة ب10,000 دولار يمشي يدور بها في العالم؟ احنا زمان كنا 300 دينار. لما كانت رقابة على المصارف، رقابة على النقد، 300 دينار. كانت في الأول 750 ومن 300 شالوها بكرة. احنا الآن في انتهينا من الجلسة الحوارية النقاشية الخامسة، كان عنوانها الأزمة الاقتصادية في ليبيا ومعالجاتها، قدمها معنا الدكتور نوري بريون، وكان جلسة صراحة رائعة جدا، وكان في مدخلات من الدكتور محمد بسنينة والدكتور سالم الحوتي ومجموعة من الناس متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وناس مستشارة وقانونيين. جلسات هدية كانت عبارة على ورش عمل مصغرة حبينا فيها تبادل الآراء بين المختصين. أحدام هذه جلستنا مش ندوة أو ما هيش مؤتمر، هي عبارة عن جلسات نقاشية سميناها بهذا الاسم اللي تكون فيها تبادل الآراء، والهدف منها هي تقارب وجهة النظر بين المختصين. يعني الناس، الحضور بتاعنا حضور نوعي وليس كمي، يعني الناس المختصين والمهتمين في مجال المالية والاقتصاد الإسلامي أو بالاقتصاد بصفة عامة. جمعية ليبية المالية الإسلامية من أهدافها هي نشر ثقافة الصيرفة الإسلامية، وهذا جزء من الدور اللي نقوم فيه. قدمنا قبل اليوم يعني 4 جلسات، قدمنا جلسة الأولى بديناها من شهر 4 تقريبا. برنامجنا يعني نصف شهري، كل شهر عندنا جلستين حواريتين قدموهم مجموعة من الخبراء المختصين. كانت في جلسة تتكلم على المرابحة لآمر بالشراء، وكان في جلسة على التحول المصرفي والهيئات الشرعية، وأيضا على الاعتمادات المستندية كانت لها جلسة خاصة، واليوم كان جلسة على الأزمة الاقتصادية في ليبيا اللي حب الدكتور نوري بريون إنه يسمها آفاق الاقتصاد الليبي، زي ما قال تأدبا اقتصادي، وسمى الآفاق الاقتصاد الليبي اللي موجود. والحمد لله يعني كان فيه تبادل وجهة الرأي، وكان فيه توصيات فيما بينهم، والحمد لله استطعنا أن نقرب وجهات النظر بين الحضور. هذا بصفة خاصة على موضوع الجلسات الحوارية، ونشكر قناتكم الكريمة على تغطيتكم هالبرنامج، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم. أنا الدكتور نوري عبد السلام مريون، مستشار الاقتصادي لمصرف ليبيا المركزي سابقا، والآن عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الليبية. المحاضرة كانت على آفاق الاقتصاد الليبي، تطوره وأساسياته وكيف يكون في المستقبل. والاقتصاد الليبي لا شك أنه انهار مرات عديدة خلال الثمانينات، كان هناك ركود اقتصادي حيث أن الناتج القومي الحقيقي كان يتناقص بنسبة حوالي 11.5% في 81، وأقل منه 82 و3 وهكذا، واستمر الركود حتى 95 بسبب التحول للقطاع العام 100%، وكذلك زحف العمال في نهاية السبعينات،
فحتى أصبح هناك عجز كبير في ميزان المدفوعات عام 1981، والعجز استمر قليلا، ولكنه بعد سنة 2000 حينما زادت أسعار النفط زاد الناتج القومي بأسعار النفط، زادت أسعاره وقيمة الناتج زاد بكميات كبيرة حتى أن أصبح في فائض في الميزان التجاري، استطاعت ليبيا أن تستورد ما تشاء، فدارت مشاريع للتنمية ودارت مشاريع أكثرها استهلاكية، فكانت التنمية منها نصيبها بسيط، لكن التنمية في الرفاهية والاستهلاكية كان أكثر، فللأسف لم يبنى الاقتصاد الليبي على أسس سليمة ولم نبني مصادر جديدة له، فكيف يبقى الاقتصاد الليبي يعتمد على مصدر واحد كالشخص الذي يمشي على رجل واحدة؟ ولذلك أصبحنا لو يقف هذا النفط ليبيا تبدأ مفلسة، وفعلا عندما وقف النفط في 2014 أصبح لا دخل لنا سوى الاحتياطي الدولي انقص، فكان النقص حوالي 25 مليار في ميزان المدفوعات، ويحتمل حتى السنة 2015 يكون بهذا المستوى 20 مليار أو ما يشبه ذلك، وبالتالي يبدأ الاقتصاد الليبي في تدهور. إذن لازم من التحول إلى أن نخلق مصادر جديدة، مصادر جديدة لازم بخلق شركات كبيرة وبخلق مصانع كبيرة يساهم فيها الليبيون وتساهم فيها الدولة ويكون عليها إدارة وطنية وقوية وشريفة، يعني وطنية وتكون غير فاسدة، يكون في تعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، لا القطاع العام بروحه ينفع ولا القطاع الخاص بروحه ينفع، لازم التعاون فيما بينهم. أما الإدارة والجمعية العمومية لكل مؤسسة سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص فهي من القطاع الخاص، حتى القطاع العام لما يدير مشروع ومؤسسة كبيرة يجب أن يكون جمعية، يعمل جمعية حكومية بدل مجلس إدارة، جمعية عمومية هي اللي تحط مجلس إدارة، فاش تبدأ الإدارة مستقلة، وإذا كانت الإدارة مستقلة يبدأ الشركة تشتغل حتى لو الحكومة واقفة أو مش موجودة، وبالتالي يصبح عندنا اقتصاد مستقل حر زي البلاد المتقدمة، لا ينظر إلى الحكومة ماذا تعمل، هم يعملوا هم ينجوا، احنا نبي كذا، ما ظلاش شركاتنا تابعة للقطاع العام، هم تقول لنا الوزير اخدموا نخدموا، سكروا سكروا، هو هذا. شكرا.